النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل كميات الهطول ومواقع الهطول. نلاحظ أن هذا اللون الأزرق يمثل هطول الأمطار في أماكن مختلفة من المملكة مساء يوم الاثنين وأيضا ليلة الاثنين على الثلاثاء ويوم الثلاثاء إن شاء الله في ساعات الصباح الباكر وأيضا صباح يوم الثلاثاء وأيضا ظهر يوم الثلاثاء. هذه الغيوم مصاحبة لحالة عدم الاستقرار الجوي وهي تسبب سقوط زخات متفرقة ورعدية من المطر في هذه الأماكن. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة، نلاحظ أن اليوم كانت تؤثر على المملكة كتلة هوائية دافئة إلى حارة نسبيا تمثل هذا اللون الأحمر. بقيت هذه الكتلة حتى ظهر هذا اليوم، لكن في المساء يبدأ دخول هواء ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى يمثل هذا اللون الأصفر. وفي الليل ليلة الاثنين على الثلاثاء تسيطر هذه الكتلة ذات درجات الحرارة الأبرد على معظم مناطق المملكة وتؤدي إلى انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة. أيضا اللون الأخضر يمثل درجات الحرارة الأكثر برودة التي أيضا تقترب من المنطقة يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، بحيث يكون هناك انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة. وبناء عليه فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا إلى غائمة، وأيضا سقوط زخات رعدية من المطر خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وأيضا في كثير من أماكن في الأماكن من المملكة سواء الوسطى أو الشمالية. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 13 والصغرى الملموس 12 والرطوبة النسبية مرتفعة حوالي 94%. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الثلاثاء انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة، يعني اليوم وصلت العظمى 29-30، لكن غدا الثلاثاء 13 مع أجواء غائمة وزخات متفرقة من الأمطار على فترات، وأيضا الصغرى الثلاثاء ليلا بتكون الأجواء باردة ودرجات الحرارة متدنية والصغرى بحدود 7 درجات. الأربعاء انخفاض آخر كبير على درجات الحرارة، يوم الأربعاء أجواء باردة وشتوية بامتياز والحرارة العظمى بحدود 9 درجات، أجواء غائمة وباردة وماطرة والأمطار بتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والبرد والرعد أيضا، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وحدوث بعض الفيضانات. العظمى المتوقعة 9 والأجواء أثناء الليل غائمة وباردة وماطرة والصغرى 7. الخميس ارتفاع قليل درجة إلى درجتين، لكن تبقى الأجواء باردة وغائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر خاصة في المناطق الشرقية من المملكة، والعظمى المتوقع 11 درجة بينما الصغرى 8 درجات. بحب أشير هنا إلى أنه معدل العظمى في مدينة عمان أصبح في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 20-21 درجة مئوية، ومعدل الصغرى أصبح بحدود 10 إلى 11 درجة مئوية. فلاحظ أنه معظم درجات الحرارة أيام الثلاثاء والأربعاء أقل من المعدل بشكل واضح وكبير، ومعدل الصغرى أيضا أقل بكثير. إذن أجواء باردة بامتياز وأجواء شتوية بامتياز أيضا. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة من المملكة، المناطق الشمالية أجواء غائمة وزخات متفرقة من المطر، إربد 18-10، عجلون 16-9، جرش 19-10، والمفرق 17 إلى 8 درجات مئوية. أما المناطق الوسطى
البلقاء 15-8، مأدبة 14-8، عمان 13-7، البحر الميت 25-17 مع أجواء ماطرة وأحيانا تكون غزيرة، الزرقاء 19-10. أما المناطق الجنوبية أيضا أجواء باردة نسبيا وغائمة وزخات رعدية من المطر، الكرك 15-9، الطفيلة 13-7، الشراح 10-5، والعقبة 23-14، ومعان 18-8 درجات مئوية. أما المناطق الشرقية أيضا المناطق الشرقية انخفاض واضح، أجواء غائمة جزئيا مغبرة أحيانا، لكن تسقط زخات رعدية من المطر خاصة منطقة الرويشد والحدود الأردنية العراقية، تكون الأمطار في هذه المنطقة غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في هذه المنطقة، الأزرق 22-10، الصفاوة 22-10، والرويشد 23-11 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نتمنى للجميع السلامة وشكرا لكم. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.